يا أهلنا في جندوبة، أنا رابح الخرايفي رئيس قائمة حزب التحالف الديمقراطي. جهتنا فيها برشا مشاكل لأننا غايبين على القرار في السلطة. من العيب أن نرى اليوم أهالي الموخر والسرية وسوق الجمعة وحليمة وعين أم هاني وولاد محسن وعبد جبار وغيرها من الدواوير يشربوا في الماء العلق، يضاف إليها لا طرقات ولا عمل ولا مستشفيات. باختصار نقول لكم أني نعرف مشاكل جندوبة دوار دوار. نتقدم لكم الانتخاب في هذه الانتخابات في قائمة حزب التحالف، لأننا نرى نحن الأقدر على فك مشاكل الجهة. وتعرفوا جيدا أني ما غبتش على المشهد بالمرة، مدة 3 سنوات كنت بجانبكم وبحذاكم، وتعرفوا جيدا المطالب التي لبيتها وخدمتكم، ويعرفها هذايا القاسي والداني. مطالبنا تعرفوها اللي هي في التنمية، في مناطق صناعية، في كل المعتمديات، وإعادة الاعتبار إلى مطار طبرقة، ولتنشيط السياحة، ولن نتخلى على مطلب كلية الطب بجندوبة كلفنا ما كلفنا ذلك. لقد بلغ عدد المتقاعدين كما تعرفوا في جندوبة أكثر من 34,000 متقاعد، ولا عناية لهم، لا طبية ولا نفسية ولا اجتماعية. نحن بطبيعة الحال نحاول نخدم هذه الفئة المنسية وفئة الشباب اللي هم كذلك منسية كيف ما فئة المتقاعدين. مستشفى جندوبة تعرفوه اللي هي كيفاش واش يعاني، يعاني المشاكل. نريد أن نحبوه يولي مستشفى جامعي، وهذا مطلب ما ناش باش نتخلوا عليه. من العار كذلك ومن غير المقبول أن تبقى شريط فيه تقريبا أكثر من 6 معتمديات ما فيهاش مستوصف وما فيهاش مستشفى يداوي المرضى. غياب أقل الضروريات تعرفوها جيدا في أولاد سدرة، في أولاد حريز. نحن نعدكم أن نخدم الجهة بكل إخلاص، وتعرفوا جيدا أن مانيش طلاب سلطة، نحن طلاب تنمية في جهة جندوبة.